كريم للنوستالجيا، زي النهارده 14 ديسمبر لكن سنه 1945 فاز الاهلي على نادي فاروق اللي هو الزمالك 2-1. ده كان في دوري القاهره، واحرز اهداف الاهلي وقتها نجمه الاسمر محمد الجندي. دوري القاهره كان واحد من اربع دوريات للمناطق، ده قبل اقامه الدوري العام اللي هو كان بقى 1948، ويمكن الصور قدام حضراتكم برده في هذا التوقيت تحديدا. حكايه دوري القاهره بتبتدي من عام 1923 لما ابتدى دوري القاهره في موسم 22-23، فاز بيه النادي الاهلي 16 مره. اول فوز للنادي الاهلي كان بدوري القاهره موسم 1924-1925، واخر فوز كان في موسم 1957-58، ودي كانت يعني حكايه من حكايات النادي الاهلي وبطولاته المتعدده.